فالآن راح ناخذ نعمل البودي بلوت للاج نتورك. لاحظوا اللاج نتورك الآن مكون من جزئين. عندي الجزئين هذول. هلا إذا اطلعت على الماجنتيود راح يكون الماجنتيود جي جي أوميجا يساوي 1 على سكوير روت أوف 1 زائد أوميجا على الماجنتيود نورث. تبديع؟ والزاوية شو بتساوي؟ زاوية جي أوميجا إيش بتساوي؟ أنا بيطلع عندي تان مش هيك؟ أرك تان. بس واحد على راح يعطيني نيجاتيف انجل راح تكون الزاويه بتساوي ماينس ارك تان اوميجا على اوميجا نوت على واحد بتطلع نفس الشيء بتطلع على هذول الجزئين هلا اطلعوا هذا هلا في حاله راح تكون الفريكونسي صغيره جدا اصغر بكثير من واحد يعني في عندي رينج راح تكون اوميجا على اوميجا نوت اصغر بكثير من واحد او اوميجا اصغر بكثير من اوميجا نوت. خليني ارسم هون اوميجا نوت. راح احط اوميجا نوت هي اوميجا نوت اسفها عند النقطه هاي. في المناطق هاي راح تكون اوميجا اصغر بكثير من اوميجا نوت. المناطق هاي ايش راح تكون؟ اكبر يعني. اطلعوا على هاي الفانكشن. لما اوميجا تكون اصغر بكثير من اوميجا نوت يعني اوميجا على اوميجا نوت اصغر بكثير من واحد. اطلعوا على هاي، مين راح يكون اصغر من الثاني؟ إذا أوميجا على أوميجا نوت أصغر بكثير من واحد، مين راح يكون السائد هون الرئيسي؟ الواحد مش هيك؟ فراح يصير هذا أصغر بكثير من واحد، فراح يصير في المنطقة هاي راح يكون جي جي أوميجا نوت تقريبا شو بيساوي؟ واحد على جذر الواحد مظبوط؟ هاي مش صغيرة كثير صارت، يعني افترض هاي كانت واحد على 100 إذا كانت أوميجا واحد على 100، وين واحد على 100 يعني؟ هون عند النقطة هاي. واحد على 100 تربيع قديش بتصير؟ 1 من 10,000. شو مقارنة الواحد من 10,000 مع الواحد؟ مهملة مش هيك؟ إذا شو بتصير هذه عندي تقريبا؟ واحد مضبوط؟ إذا صار عندي هذه واحد قديش 20 لوج الواحد؟ رح تصير تقريبا زيرو. في المنطقة هاي رح يكون تقريبا الخط هذا هون. طيب ناخذ الحالة الثانية. لو كانت عندي اوميجا رينج الثاني، لو كانت عندي الان اوميجا على اوميجا نوت اكبر بكثير من واحد. اذا شو بصير عندي؟ بصير عندي اوميجا اكبر بكثير من اوميجا نوت، وين هاي المنطقه هون موجوده؟ من هون وطالع مضبوط؟ اطلعوا على الرقمين هذول مين بصير الاكبر فيهم؟ لو كانت هذه 10 لما اربعها شو بتصير؟ 100، مين اكبر 100 ولا الواحد؟ 100، اذا لما تصير هذه 100 لما تصير هذه تقترب تصير عندي جي جي اوميجا تقريبا شو بتساوي؟ واحد على سكوير روت اوميجا على اوميجا نوت تربيع. المربع والجذر مش بقدر الغيهم مع بعض؟ بصير عندي هذا شو بيساوي؟ بيساوي واحد على اوميجا على اوميجا نوت. مظبوط؟ واضحه الهاي؟ ما اظن ضايق صح؟ سطرته شوي. هاي بتشبه ايش هذه بتشبه الفانكشن؟ واحد على جي اوميجا على اوميجا نوت، شو بتشبه الفانكشن كنا حكينا عنها؟ الار سي بتشبه؟ الانتجريتر مش هيك؟ الانتجريتر ايش قلنا الفانكشن تبعته؟ لما تزيد الفريكونسي شو بصير فيه؟ لازم تزول مضبوط هيك؟ والسكيل تبعه السلوب تبعه ايش رح يكون؟ ماينس ماينس بي في بير ديكيت. اذا عندي على قيم كبيره جدا وبمر في اوميجا على اوميجا نوت رح يكون هي ماينس 20 بي في بير ديكيت. إذا الخط هذا لما بتزيد كثير بصير نازل نزول بهذا الشكل، لما تكون الفريكونسي منخفضة بيمشي بهذا الشكل، طب بين هون ايش راح يعمل؟ راح يكون في مرحلة تقائية غير الخط. يعني هون المنطقة هاي راح يكون خلص يقترب بصير خط مستقيم تقريبا، وهون يصير خط مستقيم. السلوك تبعه عمره ماينس 20 دي بي بير ديكيت، وهون طبعا جاي خط مستقيم. لاحظوا هذا احنا حكينا المرة الماضية شو بيشبه؟ بيشبه لو باس فلتر. ايش عماله بيعمل باللو فريكونسي؟ بمررها زي ما هي، ايش بيعمل عماله بالهاي فريكونسيز؟ بيعملها اتنويشن، قديش يعني مثلا ماينس 40 دي بيز؟ لما بعمل ماينس 40 دي بيز ايش بكون عندي؟ بتكون 1 على 100 اصلا بتكون، لان عماله اللي بيطلع عندي بيكون 1 على 100 من اللي دخل. طيب لما نرجع هون نطلع مره ثانيه، لو طلعنا باللو فريكونسيز كان عندي الجين 0 او الجين 1، طيب الدي بي 0
بتطلع عليها مره ثانيه بالنسبه للزاويه. لما تكون اوميجا صغيره جدا هاي قديش بتقترب الكميه؟ لما اوميجا اصغر بكثير من اوميجا هاي قديش تقريبا بتصير؟ زيرو. قديش ناقص ار تان الصفر؟ ار تان الصفر صفر. راح يكون عندي بالمنطقه هاي يكون هون. لما تكون اوميجا على اوميجا نوت كبيره كثير قديش راح تصير عندي هاي الزاويه بتقترب من قديش؟ لما هذا يصير كبير كثير هاي بتقترب من ار تان انفينيتي. ايش الزاويه بين تان انفينيتي؟ 90 ناقص 90 راح تكون عمالها تقترب من النقطة هاي هون. طب لما نقول التنتين متساويين قديش اوميجا على اوميجا نوت؟ لما اوميجا بتساوي اوميجا نوت ايش راح تصير هذه؟ واحد. ايش الزاويه اللي كانها واحد؟ 45 45 اذا عندي اوميجا نوت هون هو اللي بين 0 90 هون هذا اللي هون ناقص 90 هذا اللي هون 0 هاي ناقص 50 ماشي. في اسئله عن هذا الجزء؟